بإذن الله. لكن ودي أوضح للمشاهدين اليوم الأساتذة اللي معانا اليوم هم مشرفين للفصول. إحنا بكرة إن شاء الله رح نبدأ بين رح نبدأ نتعرف على المعلمين. المعلمين رح يكون معانا إن شاء الله كل يوم بإذن الله معلم بالفصول. طبعا لا تنسون المفاجآت الدائمة في حساب قناة بداية عن طريق منصة إكس، رح يكون بكرة إن شاء الله إعلان المدرسين اللي رح يكونوا إن شاء الله مشاركين في البرنامج. الشباب اليوم اللي معانا هم مشرفين، كل واحد مسؤول عن الفصل اللي طبعا بيكون تبعه. هذا الأسبوع رح يكون تمهيدي للشباب، بعد الأسبوع الأول رح نكون إحنا وياكم بشكل مستمر، رح نخلي طبعا الموضوع رياليتي أكثر، رح يكون فيه تمهيد أكثر، رح نستفيد أكثر من بعض. بعدين الأسبوع الثاني بيكون عليكم الحمل الكبير أنتم المشرفين، تبدأ حساب النقاط. والله عندك مخالفة بنحسب عليك المخالفة، عندك والله طلابك طالعين بالفسحة، طلابك مش مميزين، حنا نبدأ حنا وياكم بحسب النقاط. كذلك أيضا راح يكون معانا الجمهور، أكيد أنتم راح تكونون معانا الحكم في هذه الجزئية، أنه إحنا كمان راح ناخذ أصوات الجميع اللي يشاهدوننا ويتابعوننا في التصويت اليومي. أنتم بإمكانكم تصوتون للفريق اللي أنتم تبون تصوتون له، يعني اليوم عندنا حنا نقاط هنا، الجمهور حيصوت لكم لجميع الفصول اللي موجودة معانا. أنوه الشباب اليوم مشرفين الفصول، بكرة راح يكون إن شاء الله إعلان للمعلمين، معلمين من إنما إيه؟ قاتلين الثقيل. إنما إيه؟ إنما إيه؟ سداد الله يربع قدر. صدقني وللمعلمين بسيط ممكن؟ سم تسمح لي؟ شوف ما تصرع بسم الله، شيء بسيط شيء بسيط إيه؟ الآن ترى نقلة نوعية للبرامج، صحيح. الآن الأولاد والبنات الصغار وأغلب الفئات العمرية اللي من هذا النوع من هذا العمر كلهم الآن فاضيين في البيت، صحيح. الآن نقلة نوعية، منها يستفيد الطالب ومنها يحافظ ولي الأمر على محتوى صحي في الشاشة، صحيح. وكمان حنا عندنا عشان بس ما نضيع الهدف، إنه إحنا اليوم في بداية طبعا هذه القناة العظيمة اللي خلنا نقول خرجت الكثير من المبدعين، وطبعا مصنع لبرامج الواقع بشكل كبير. أنا يمكن فترة من الفترات للأمانة يمكن بعدت شوي على الإعلام، لكن لعيون بود على قولتهم إيه نرجع من جديد لعيون قناة بداية، لأن هي القناة الرائدة، القناة اللي فعلا والله العظيم يا جماعة 7 سنوات تقريبا والجمهور إلى الآن يذكرنا، صحيح، والجمهور معنا والجمهور يتابع والجمهور يسأل، فأنا هني جمهور طبعاً كيان إيه هذا الكيان العظيم. طبعا بغض النظر، وإحنا اليوم واجب علينا الصدق الأمانة الكل، يعني كل من يقدم لك معروف إن إحنا نكون جزء كبير من رد المعروف، صحيح. طبعا شكرا أستاذ راشد يعطيه العافية، شكرا لي طبعا كل الزملاء اليوم اللي موجودين في الكنترول يعطيهم العافية، رامي ريحة البتكس في قاعد عيني بس يلا معليش. عندي نقطة يا سيد فهد لو سمحت، يعني أنا أقول في الفترة هذه الشباب اللي دخلوا عندنا اليوم تقريبا 25 شخص مبهرين ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، نعم. أنا أقول إن هؤلاء هم من يستحقون التواجد في الإعلام، لأن هذا مستقبل الإعلام السعودي. طيب يعطيكم العافية، بكرة وراكم مجلس 4:30 ولا حيتأخر، ترى يا جماعة الخير اللي بيتأخر الله يعينه. وطبعا حنا اليوم بس حنا اليوم موجودين في أحد المقرات، باقي بتشوفون أشياء كثيرة، احنا موعودين إن شاء الله بنوعدكم بإذن الله في أشياء كثيرة. بكرة إن شاء الله الساعة 4:30 يبدأ الطابور الصباحي، اللي بيتأخر يا شباب 4:30 العصر، أي طبعا يا جماعة بجو. محمد الفهري يقول لك منظم نومة ويسأل على هجت، ها هلا أبوي أنت رقدت أنت ولا إيش فيك؟ إيه خصم وشغل وترتيب. نعم في خصم على نعم في خصم في خصم على الساعة كم؟ ها 4:30 العصر العصر الله يهينك، كنت غدا سوا كلنا بكره باذن الله، زين يعطيكم العافيه، شكرا لكم، الله يعافيك، شكرا شكرا لوقتكم ما قصرتوا، شكرا لجميع فريق طاقم العمل يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله بكره.